الكلام او في حاجات في هذا الامر بتتداول. لا ده حصري بعد البرنامج ولا ايه؟ اتفضل يا فندم. لا هو الشهادات من ضمن الايجابيات برضو ما قلناهاش لازم نذكرها، التضخم كان وصل، التضخم العام كان وصل 33%. التضخم نزل في اخر شهر اللي فات سجل 21.9%. ده دليل على ان البلد ماشيه في الاتجاه الصح. اهم البنك المركزي مستهدف التضخم اهم من سعر الفايده. سعر الفايده يتعالج لما تعالج التضخم. انت عملت الشهادات عشان كده. ما انا جاي لك. والبنك المركزي لاول مره البنك المركزي يعلن انه مستهدف نهايه عام 2018 سعر تضخم 13% زائد او ناقص 10%. النسبة تبقى 13% بدلا من ما وصلنا كنا 33%، والنهارده احنا بنتكلم في 21.9. الطبيعي انه لما الاسعار التضخم ينزل اسعار الفايدة تبدا تنخفض. انا توقعي بس انا مش البنك المركزي انه الاتجاه ان اسعار الفايدة تنخفض. الشهادة دي لما نزلت لانه كنا وصلنا لاسعار تضخم 30 و33، فدي تعويض للناس اللي عايز تلم الفلوس، والناس اللي عاوزين نعمل انكماش، والناس اللي عاوزه سيوله يعني، والناس اللي بتعتمد على الريع بتاع الشهاده. في ناس غلابه حاطين فلوسهم وبيعتمدوا على الفايده. الفايده ما تتاكلش. احنا جبنا شهادات احنا والبنك الاهلي، لانه ال 20% دي البنكين الوحيدين اللي كانوا بيصدروها هو البنك الاهلي وبنك مصر. احنا جبنا فيها كان فيها 615 مليار جنيه مازال، و227 في 17% في 16%، الاثنين على بعض 842 مليار. جالنا من خارج الجهاز المصرفي عملاء ما كانوش بيتعاملوا مع البنوك 261 مليار جنيه دخلوا الجهاز المصرفي من ال 842. 261 مليار جت من البيوت. ما هو 20% بقت مغريه صح؟ ناس مالهاش علاقه بيكوا ولا تعاملوا مع البنوك نهائي. فاكر سيادتك قناه السويس لما اضغطت 64 مليار؟ مش جه من خارج الجهاز. ساعتها سعر الفايده 12% وكانت الناس يعني بتقول 12%. لا احنا 20% بقى اغرت الناس اللي حاطه الفلوس تحت البلاطه. تاني الرقم ده عشان رقم يعني 261 مليار جنيه يمثل 31% من حجم الشهادات ال 20% و16% اللي في بنك مصر وبنك الاهلي. ده بيقول حاجة ان انت عندك. لا في ناس عندك. انتوا كنتوا بتراهنوا على ده. احنا رغم ان الشهادات دي بالنسبة لنا احنا كبنك مصر والبنك الاهلي ليها تكلفة عالية. لان هي مش الشهادة ال 20% دي مش معفية من الاحتياطي. فتكلفتها عليا كبنك تتجاوز ال 23%. انما انا ليا دور وطني. بنك مصر، بنك الاهلي لهم دور وطني، لهم دور دعم للاقتصاد. لهم دور في المشروعات. فاحنا استمرنا في الشهاده دي، بمجرد ما اسعار الفايده هتبدا تنخفض، التضخم هيبدا ينخفض، البنك المركزي طبيعي هينزل كوريدور الشهاده عشان كده ستك تلاقي ال 20 هتبقى كام تقريبا؟ لا توقعات ال 20% هي سنه ونص بس. ما ربطناهاش 3 سنين. ليه؟ لان احنا متوقعين ان اسعار الفايده التضخم يبدا ينزل واسعار الفايده تنخفض. فال 20% دي انا متوقع انها باذن الله مع نزول نص التضخم السنة مثلا نص التاني. لا ممكن انها تنخفض او تتلغي. يعني انما او تتلغي. ما هو في عندك 16% بعد 3 سنين ونرجع طبيعي للوضع اللي ما انت كل ما الاقتصاد بيمشي في طريق سليم كل ما الحاجات الاستثناءات بتبدا، لانه برضو رفع سعر الفايده له بعض الاضرار، له اضرار على خدمه الدين لانه الحكومه دينها اكتر من الاذون ومن المصريين. المستثمر كل ما سعر الفايده ينخفض احسن له. انما كبنك مركزي التضخم اهم من اي حاجه، لانه التضخم ده بياكل فلوس الناس. فيعالج التضخم الاول ثم الفايده هي طبيعه تتعالج بعد التضخم ما يعالج. فاحنا بنتكلم وارد جدا انه يحصل طالما التضخم بينزل، وارد جدا ان اسعار الفايده تنخفض. او الغاء الشهادات. الغاء مش الشهادات، ممكن شهادة ال 20 ممكن حسب التضخم وحسب اسعار الفايدة اللي لما تنخفض. لو انا بتكلم على دور الوطني طبعا انتوا كبنوك